خديجة بوردو من جامعة ثانية تفرقي قليم سيدي بانور. مرحبا بكم في داري خوتي الفلاحة والفلاحات والكسابة. بالصيف تراني انا فلاحة وكسابة، كندعيكم ونقول لكم الله يرحمكم الوالدين، شدوا ديوركم ودخلوا ديوركم وتهلاو في بهيماتكم، عندكم ما تخرجوا ديروا باش نحاربوا هذا الداء المستجد ديال كورونا. راه حرب قاسية علينا، ولا درنا اليد في اليد راه ما غادي تمسنا حتى حاجة، ما غتمسنا لا داء لا والو. الله يرحم لكم الوالدين، دخلوا لديوركم وبركوا فيهم وعطوا بهيماتكم وتلاهوا في بهيماتكم. وهذا الشيء اللي كنقول لكم، وشكرا شكرا لامتثال الاوامر. حتى نتوما الا بغيتوا تشاركوا اليوميات ديالكم في هذه الفتره مع المغاربه كاملين، عندكم شي نصائح تقدموها، اولا بغيتوا تسلموا على احبابكم اللي توحشتوهم وبعد عليكم، صيفطوا لنا الفيديوهات ديالكم على هذا الرقم.